صباح الخير لكل يلي انضموا لنا بحلقة جديدة من لايف مباشرة على الهواء عبر الـ MTV. نتمنى لكم نهار أحد حلو برفقتنا. نحن رح نكون معكم من الساعة 8:30 الصبح لحوالي الساعة 1، وخلال الحلقة رح بيكون فينا المباشر على الساعة 11 لمشاركة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشيل عون بالقداس الإلهي بدير القمر حوالي الساعة 11، يعني مثل ما سبق وذكرت، وعلى 12:15 نرجع تنتابع ما تبقى من اللايف. أوقات كثير بنحس إنه الطرقات كلها مسكرة والأفق صار محدود بالنسبة لإلنا. منجرب إنه نخلق طرقات أو نستدل على طرقات جديدة تريحنا، ونعرف بالنهاية إنه في طريق وحدة هي اللي بتعطينا السعادة الحقيقية والرجاء والأمل، وفي باب واحد إذا دقينا عليه رح نلاقيه دايماً عم بيشرع لنا بويبو. أحد مبارك للكل، وبنتمنى بقلب هالأيام الصعبة اللي عم بيعيشها بلدنا على الصعيد العام، بقلب أيام صعبة فينا نكون عم نعيشها بحياتنا الشخصية والخاصة، إنه نضل عنا رغبة إنه ندق على هالباب والباب على طول يكون مفتوح. بحلقتنا لليوم مواضيع كثيرة، رح منكون بميوزيكل تنحكي أكثر عن الكورال، عن أداء الكورال كيف يختلف عن الأداء المنفرد، وبضيافتنا كورال شابة ومميزة. رح ننتقل لقسم الأخبار ونرجع نتابع. متابعين نعطيكم فكرة أكثر عن حلقتنا، مثل ما قلت الميوزيكال رح بيكون في عنا كورال شابة ومميزة. رح نستضيف الفنانة غادة شبير تنحكي أكثر عن جديدة، وأكيد في محطة ثابتة مع واتس كوكينج. وبدي أقول صباح الخير لشيف شربل صافي. صباح الخير شربل. بونجور إلي. تمام صبا، ماشي الحال. شو محضر لنا اليوم؟ لا أكلتنا حلوة اليوم، رح نعمل فريش رافيولي، رح نعملها مع سبانخ، رح نعمل صوص نابوليتان، شوية بيكورينو معها. أنا اليوم بحب أقول لك أنك محظوظ بهيدي الأكلة. ما عندي أدنى شك، لكن بعد شوي بنتلاقى معك شيخ. أكيد رح نروح لبريك وبنرجع، خليكم معنا.